المرحوم محمد الصغير اللي هنشوف له دلوقتي فيديو مؤثر جدا. طيب الله ثراه، هذا الفيديو رسالة من أستاذ محمد الصغير لكل أبنائه من أبناء مهنة مصففي الشعر والتجميل في مصر. اتفضلوا معنا. مساء الخير أصدقائي وأحبابي وولاد مهنتي مهنة الكوافير في مصر. أنا الحقيقة ببعت الرسالة دي وأتمنى أنها توصل لكم بوجهة نظرنا كمجموعة متكاملة من أهل المهنة. طبعا النهاردة احنا في نهضة في مجتمعنا ككل، طبعا تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهضة وفي تطور في الحياة وكل حاجة. فاحنا اهل مهنة الكوافير في مصر اقل ما فيها ان احنا يكون لينا دور في هذا الموضوع. الدور ده ان طبعا ان يكون لينا نقابة ولينا وضع اجتماعي مهيأ بشكل قانوني وشكل يعني يليق بهذه المهنة. مهنة الكوافير محتاجها كل واحد في هذه الدولة، من أكبر واحد لأصغر واحد بيحتاج مهنة الكوافير، سواء في الحلاق الرجالي أو في الكوافير الحريمي. فالحقيقة إحنا لازم يكون لنا دور إيجابي. إحنا مش أقل من مهن كتيرة موجودة في مصر، كل المهن موجودة في مصر ليها نقابات. للأسف الشديد مهنة الكوافير ملهاش نقابة ومتأخرين قوي على الموضوع ده، برغم إن طبعا عندنا كل ما يؤهلنا إن إحنا نعمل نقابة للكوافير في مصر. رسالة قوية جدا ومؤثرة من الأستاذ الحاضر الغائب محمد الصغير.